مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور الاهلي. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه، حلقه نهايه الاسبوع. دايما بتبقى حلقه خفيفه بس برضو مليانه بالاحداث المشوقه باذن الله تعجب حضراتكم. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا في السادسه. وقبل اسمحوا لي قبل ما ندخل في تفاصيل حلقه النهارده، رساله بنوجهها لكل واحد بيفتكر ان الصوت العالي ممكن يخلق شعبيه او يصنع جماهيريه. رساله لكل واحد بيفتكر انه مهاجمة الرموز ممكن تخلق ليه مساحة للظهور. انت مين؟ ايوه انت مين عشان تتكلم على الاسطورة؟ مين عشان تحاول تغير تاريخ اتكتب بعرق وشغل وتعب؟ مين عشان نعرفك او نسمعك؟ باختصار انت ولا حاجة. اذا كان ليك احترام في يوم من الايام كان الاحترام ده بسبب حق التيشيرت علينا، مش حقك انت على الكيان، عشان انت ملكش حق عندنا واحنا لينا عندك حق، بس للأسف انت ما فهمتوش. ابن النادي اللي كتب تاريخ وزود شعبية، ابن النادي ابن الأصول، رمز المبادئ والأخلاق. ابن النادي هو اللي بيكبر ناديه الكبير وبيغير عليه. قلت لي بقى انت مين؟ احنا مش عايزين نعرف. اقول لك انت مين؟ انت ولا حاجة. عارف ليه ولا حاجة؟ لان مفيش حاجة طمرت فيك. فاكر لما المجلس اتحل ورفض القرار الجميع الحقيقة، وانت يمكن تكون الوحيد اللي كنت بترقص في فرع مدينة نصر، وفاكر الأعضاء عملوا ايه بعد إغراء قرار حل المجلس؟ طردوك من النادي. انت مش مستاهل الحقيقة ان احنا نتكلم عليك او نفرد مساحة لك. انت بس عايز تعرف انك ولا حاجة. ارجوك بص لنفسك في المراية وانت تعرف انت مين. بس احنا بقى عارفين مين الأسطورة، والأهلوية كمان عارفين. طبعا عارفين. ترجع تاني للخطيب وهوبا حلوه خطيب قدام الخطيب على صدره وبيشوف